أمامنا الآن نهر خراسان في أرمينيا، متجمد بالكامل. أنا الآن أمام بحيرة مارش بيديليشان، متجمد 100%. ممكن أعبر من هذا الطرف إلى الطرف الآخر، لكن ما راح أجازف، راح أمشي فوق البحيرة. أوكي؟ هذه البحيرة سان فوق البحيرة. أبو محمد تعال يبي. تعال علوها هسه قد نمشي على البحيرة. أبو عيد. وش اسمه؟ تعال تعال تعال. قرب تو الكاميرا صور. قبل كم يوم هنا كانوا شباب جايين يتزلجوا على الجليد، لابسين الكذا الخاص بالتزلج، وتزلجوا في هذه المنطقة، لكن للأسف احنا ما جايبين البدو يعني.